أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما تنصحون طالب علم بالنسبة لقراءة الكتب؟ هل تنصحونه بالتجريد وكثرة القراءة أم بالتحقيق والتدقيق؟ والله أنا ما زلت أنصح وأكرر بأنه ما يقتصر على الكتب، وإنما يطلب العلم على العلماء مهما أمكن ذلك. والكتب إنما هي وسيلة، وسيلة وآلة بيد الإنسان، لا بد من عالم يبينها ويدرب عليها. أنت لو كان عندك سلاح وأنت ما تعرف له، يمكن تقتل نفسك به ولا تقتل غيرك. لازم تدرب على السلاح على يد أناس متعلمين. الكتاب مثل السلاح، يحتاج إلى مدرب يبين لك معانيه ويبين لك مداركه ويشرحه لك ويوضحه، وإلا ما في فايدة. نعم.